وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من التأميم منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية سيد وسام توفيق. مرحبا بك معنا سيد وسام، هل تسمعني؟ أهلا حياك الله. أهلا بكم. نظمتم في مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية حملة إغاثية في مخيم ليلان الأول للنازحين في محافظة التأميم، هل تحدثنا أكثر عن هذه الحملة وعن أهميتها في هذا التوقيت؟ تحية طيبة لك أخي الكريم ومشاهديك الكرام. قدمت مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية في حملتها الثانية المنح المالية على العائلات النازحة في مخيم ليلان الأول شرق مدينة كركوك. وشملت هذه الحملة التي تقدمت بها مؤسسة العراق الدولية توزيع المنح المالية على 500 عائلة كريمة نازحة من محافظات الموصل وديالى وقضاء الحويجة في كركوك وقضاء بيجي وبلد والصينية ويثرب من محافظة صلاح الدين وكذلك من أقضية حزام بغداد. أخي الكريم، هذه الحملة تأتي لتوزيع المنح المالية دعما للعائلات النازحة في مخيمات النزوح المتوزعة بمناطق مكشوفة والمرمية في مناطق بعيدة عن طرق المواصلات مع قدوم فصل الشتاء البارد، وذلك لإعانة تلك العائلات في تجاوز فصل الشتاء والأمطار والبرد القارس، وهي تعيش في خيم بالية لا تقي حر الصيف ولا برودة الشتاء القارس. لذلك ما الفئات التي تم استهدافها من خلال هذه الحملة؟ جميع من يعني نحن بعد دراسة أعداد الموجودة في مخيم ليلان الأول والبالغ عددهم أكثر من 1500 عائلة، كانت هنالك دراسة في إدارة المؤسسة مع إدارة المخيم على تقسيم الأعداد الموجودة في مخيم ليلان الأول إلى 3 أو 4 وجبات. نحن قمنا في الشهر الماضي في توزيع 500 عائلة، وكذلك في الوجبة الثانية أيضا كان استهدافنا ل 500 عائلة أخرى، وستليها بإذن الله تعالى حملات أخرى لاستيعاب جميع العائلات الكريمة النازحة في مخيم ليلان الأول. كيف وجدتم ردة فعل النازحين في المخيم على هذه الحملة؟ النازحون حقيقة بأمس الحاجة اليوم إلى الدعم وتلبية الاحتياجات البسيطة، وخاصة في موسم الشتاء البارد، وكذلك تلبية احتياجاتهم في توفير الملابس الشتائية للأطفال والنساء والمرضى. فكانت ردة فعلهم أنهم توجهوا إلينا بكلمات شكر وامتنان لمؤسسة العراق وكادرها والداعمين لهذه المؤسسة، لأنها حقيقة من المؤسسات القليلة التي وصلت إليهم في دعمها للنازحين في داخل المخيمات، سواء كانت من سلات غذائية أو منح مالية أو مواد عينية. شكرا جزيلا لك منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية السيد وسام توفيق.